التغريدات اللي وصلتنا الآن إلى البرنامج وبدينا. إذن تحية عراقية من بلجيكا إلى المملكة العربية السعودية وبرنامج صدى الملاعب، ألف مبروك، رفع الحظر لنا ولكم. نشكر السعودية ونشكر فرحتكم معنا برفع الحظر ونتمنى أن نتخطى بقية المشاكل. ألف مبروك لعراقنا الحبيب وألف شكر لكل من دعم ملف رفع الحظر عن ملاعبنا بعد غياب دم أكثر من 3 عقود، إذن أكثر من 4 عقود. خطوة كبيرة يحقق العرب برفع الحظر، تحيتي الأخضر كان وجه السعد والتفاؤل على العراقيين. ألف مليون مبروك لكل العراقيين ولكل مساهم برفع الحظر على ملاعبنا. شكرا لكم من القلب، وشكرا لكم أيضا من القلب على المشاهدة.